أول سؤال عندنا النهاردة من أستاذة دينا من دمياط. أستاذة دينا أهلا وسهلا بك يا شيخ. الحمد لله، اتفضلي. معلش أنا عايزك بس في موضوع كده، معلش. طيب يعني دلوقتي مشكلة يعني عندي أنا وزوجي. اتفضلي. دلوقتي أنا كنت مخطوبة، قعدت شهرين وبعد كده تزوجت، قعدت معاه 3 شهور، بعد كده والدي توفى، ومن يوم وفاة والدي وأنا ما روحتش، مشاكل على طول على طول، بقالي حاليا 1.5 سنة معاه في هذا المشاكل، إيه سبب المشاكل مش عارفة. أنا أقول لك. اتفضل. توقعك إن هو يقوم بتطيب خاطرك وسقف توقعك بإن هو هيقدر الوجع اللي أنت فيه وهيقدر إحساسك بفقد والدك وإن هو ما قامش بده، هو ده اللي حصل. وكان في برضه مشاكل كتير، يعني هو حاليا أنا اكتشفت إن هو كان متجوز قبل مرتين وما كانش قايل لي. يلا وحاليا دلوقتي عامل تزوير ورق وشاكي بيه، مبهدلنا في المحاكم بدون أسباب. يعني أنا قلت له تعالى طلق لو ما فيش معروف، يعني العيشة خلاص بقت مستحيلة ما بين الطرفين، خلاص تعالى طلق بالمعروف وكده، مش راضي. طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني اللي حضرتك قلتيه ده هو مختصر يعني حاجات كتير يعني. طيب يبقى احنا كده أنا هقول لك حاجة بالظبط عاملة زي إيه؟ اللي أنا هقوله لك ده مش العلاج، لكن أنا هقول لك ده مسكن. إيه اللي أنا طالبه من حضرتك؟ طالبه من حضرتك إن احنا نشوف حد يكون له مكانة عند زوج حضرتك، ولازم واقفة. ليه طيب؟ أنا هنا مش بقول مش مملي عليك اي قرار، احنا عندنا في الارشاد الزواجي احنا مستشارين، لكن ما بنقدمش قرار لحد مكانه، هو اللي بياخد القرار بنفسه. انا عايز اقول لك ايه، ان الوقفه دي وقفه دي عشان تستمروا بتحبوا بعض. في ناس بتقول لك انا مش عايز اوقف الوقفه دي لحسن نكسره لحسن يحصل كذا، الوقفه دي هي وقف للنزيف، وقف النزيف المحبه، وقف النزيف الكرامة، وقف النزيف كل وجع. الست بتفضل مسمية اللي هي بتعمله ده صبر، لغاية ما في لحظة ينقلب اللي هي مسمياه صبر إلى إنه إهدار كرامة ومهانة. وعشان كده نبتدي من دلوقتي، ولأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه، قال فكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله؟ قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق. وقفة من حد لكلمة على زوج حضرتك، وقفي عشان تنتهوا ده. طيب أنا ليه قلت إن ده مسكن مش هو العلاج؟ العلاج اللي احنا لازم نروح لخبير، لأن الأشياء المتراكمة دي كلها لازم تتوزن، وتتوزن بميزان مهني، مش بكلام الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا ولا بكلام الأهل اللي هو مش مناسب لوقتكم. يبقى الحل هو إيه؟ حد يخليه يبتدي يبقى حريص على التغيير، وبعدين نروح للخبير عشان يساعده في خطة التغيير.